النهاردة إن شاء الله هنتكلم في درس multiplicative inverse of a matrix. لو عندي A و B دول 2 matrices تمام كده، والأوردر بتاعهم 2 by 2، وعندنا إن الـ A matrix A تايم matrix B equal matrix B تايم matrix A equal I اللي هي unit matrix، فبنقول إن الـ A والـ B multiplicative inverse to each other. يعني أنا ممكن أشيل الـ B دي وحط مع مكانها الانفيرس للماتريكس A، وممكن نشيل ال A وحط مكانها الانفيرس للماتريكس B. يبقى لو عندي هنا 2 ماتريسيز الملتبلاي بتاعهم يدينا اليونت ماتريكس، يبقى نقول ان واحده منهم ملتبليكاتيف انفيرس تو تو اذر، او الاثنين ملتبليكاتيف انفيرس تو ايتش اذر. هنا عندنا ماتريكس A فيها الاليمنت A و B و C و D، وعاوزين نجيب الملتبليكاتيف انفيرس. علشان نجيب الملتيبليكاتيف انفيرس بنرمز له بالرمز دوت اللي هو A، وهنا نيجاتيف 1، يعني كده الملتيبليكاتيف انفيرس، فبنقول 1 اوفر الديتيرمنت بتاع الـ A. طيب بنعمل ايه بقى هنا؟ هنا عندنا المين دياجونال بنشقلبه، بدل ما A و D لا تبقى هنا D و A، والاذر دياجونال بنغير الساين، يبقى هنا بدل B تبقى نيجاتيف B، وهنا هتطلع نيجاتيف C. طبعا هنا الديتيرمنت اللي احنا بنعمل هنا determinant ال A عبارة عن بنعمل A تايم D ونحط ماينس B تايم C. هنا معانا example بيقول find the multiplicative inverse of the matrix A negative 2 و 2 و 3 و negative 4. واحنا قلنا عشان نجيب multiplicative inverse اللي هو A وهنا negative 1، فبنقول 1 over the determinant تمام كده، ودون هنا بنشقلب الاثنين دول تبقى نيجاتيف 4 وهنا نيجاتيف 2 تمام كده، وهنا بنغير الساين نيجاتيف 2 ونيجاتيف 3. هنجيب الديترمنت على جنب. الديترمنت بنجيبه ازاي؟ نيجاتيف 2 تايم نيجاتيف 4 اللي هي 8، ونحط ماينس 2 تايم 3 اللي هي 6، هيطلع الديترمنت ب 2. يبقى هنا الملتيبليكاتيف انفيرس هيبقى 1 اوفر 2، وهنا عندنا قلنا نيجاتيف 4 ونيجاتيف 2 وهنا نيجاتيف 2 وهنا 3 تمام كده. سوري هنا دي بقت ودي نيجاتيف 3، لما نعملهم تايم هتطلع نيجاتيف 2 وهنا نيجاتيف 1 ونيجاتيف 3 اوفر 2 وهنا نيجاتيف 1. هنا عايزين نجيب الملتيبليكاتيف انفيرس لبي، وادانا البي الاليمنت بتاعتها، فعلشان نجيب الملتيبليكاتيف انفيرس لبي اللي هو بي وهنا نيجاتيف 1، فبنقول 1 اوفر الديترمنت للبي، وهنا بنشقلب المين دياجونال هيبقى ده 12 وده 1 هاف، والاثنين نغير الساين يبقى نيجاتيف 2 وهنا نيجاتيف 3. الديترمنت اللي هو هنعمل الهاف تايم 12 هيطلع 6، ونحط ماينس 2 باي 3 هيطلع 6، هنا هيطلع ايكوال 0. فمعنى كده ان انا لما اقول ان البي الانفيرس بتاعتها 1 اوفر 0 فهنا ما ينفعش، يبقى ده الشرط ان انا الماتريكس يكون ليها ملتيبليكاتيف انفيرس ان الديترمنت يكون دازنت ايكوال 0. يبقى هنا دون هنقول بي نيجاتيف 1 هنقول از نوت ديفايند. ليه نوت ديفايند؟ لان الديترمنت ايكوال 0، فدون شرط ان يكون الماتريكس ليها ملتيبليكاتيف انفيرس ان الديترمنت بتاعتها يكون اي ماست بي دازنت ايكوال 0. السؤال اللي بعد كده بيقول لي find the value of x that makes the matrix A ليكون has multiplicative inverse. طب احنا لسه قايلين ان هي يكون ليها multiplicative inverse امتى؟ لما يكون الديترمنت ايكوال 0. فاحنا هنشوف ايه اللي يخلي الديترمنت الاول ب 0، فهنعمل x تايم x يبقى x بار 2 ماينس هنا 36 هنخليها ايكوال 0، يبقى x بار 2 تطلع 36 منها x ايكوال بوزيتيف ونيجيتيف 6. معنى كده ان اللي يخليها ان هي تكون نوت ديفاين لما تكون الاكس ب 6 او نيجاتيف 6، يبقى هتكون ان هي الفاليو بقى اللي بتخلي الماتريكس ليها ملتيبليكاتيف انفيرس هيبقى كل الارقام اكسبت 6 ونيجاتيف 6، يعني هتبقى ار اكسبت 6 اند نيجاتيف 6. يعني هنا اي رقم اكسبت دول يبقى هنا الماتريكس ليها ملتيبليكاتيف انفيرس. نفس النظام برضو هنا عايز اجيب الفاليو بتاعت الاكس اللي هي خلي الماتريكس ملتيبليكاتيف انفيرس، فاحنا الاول نشوف ايه اللي يخليها 0. يبقى هنعمل x minus 1 تايم x minus 2 ونعمل هنا minus 4 by 3 12 equal 0 x by x x بار 2، ودول هنا positive 2 واللي في النص negative x و negative 2x يبقى negative 3x minus 12 equal 0 هتبقى x بار 2
minus 3x minus 10 equal 0 هتبقى x minus 5 وهنا x plus 2 equal 0 يبقى هنا الx ب 5 وهنا الx negative 2 يبقى هنا الأرقام اللي تخلي الماتريك ليها multiplicative inverse all real number except mean except 5 و negative 2 يبقى هنقول R except 5 and negative 2. هنا عندنا ملحوظات بالنسبة للإنفيرس للماتريكس. لو عندي هنا A B قول هنا negative 1 اللي هو الإنفيرس بتاعهم، فبنقول إن التاني الأول يبقى B الإنفيرس لل B تايم الإنفيرس لل A، تمام. ولو عندي A inverse inverse تطلع في الآخر الماتريكس A. طب هنا لو عندي إنفيرس للماتريكس A تايم الماتريكس B والإنفيرس ليهم، فبنقول التاني وبعد كده الأول، هتبقى هنا التاني الانفيرس للبي وهنا ايه انفيرس انفيرس تطلع ايه زي ما هي. هنا عندنا برضو ملاحظة تانية، لو عندي ايه دي سكوير ماتريكس والاوردر بتاعها 2 باي 2 وطبعا الديترمينانت بتاعتها doesn't equal 0 عشان يكون ليها multiplicative inverse، والسي برضو دي ماتريكس، فهنا عندنا اي اكس ايكوال سي، فانا عايز اجيب الفاليو بتاعت الاكس، فعشان اجيب الفاليو بتاعت الاكس فبعمل ايه، ادي هنا عاوز اخلص من ايه دي فبعمل لها المالتيبليكيتيف انفيرس. طبعا هي الاي على الليفت، يبقى هنعمل تايم اي من الليفت، يبقى هنا اي تايم اي وهنا اكس ايكوال، هنا عملنا اي المالتيبليكيتيف انفيرس الاي فروم ليفت، وهنا نفس النظام، هنا الانفيرس وهنا الماتريكس، فلما نعملهم هيدينا اي، هيبقى اي اكس ايكوال الانفيرس للاي تايم سي. طبعا الاي اليونت ماتريكس ملهاش لازمه، يبقى كده من الكلام دون اول ما يدينا الماتريكس A تايم X إيكوال الماتريكس C، يبقى عشان أجيب الـ X يبقى رول الـ X إيكوال الإنفيرس الـ A تايم الماتريكس C. نفس النظام هنا، هنا عندنا بقى عاوزين برضو نجيب الـ X، عاوزين نخلص من الـ A، هنا المرة دي الـ A على الرايت، فهنا عندنا أدي الـ X وأدي الـ A، علشان نخلص منها من الرايت هنعمل تايم المالتيبيكيتيف إنفيرس فروم رايت، وهنا نفس النظام في السايد التاني الـ C تايم المالتيبيكيتيف إنفيرس، هتبقى هنا X وهنا اليونت ماتريكس ايكوال سي الانفيرس للاي، في الاخر هتطلع ان الاكس ايكوال سي تايم مالتيبليكيتيف انفيرس اوف ذا ماتريكس اي. السؤال اللي بعد كده بيقول لي فايند اكس ويتش ساتسفايز اداني ماتريكس تايم الاكس ايكوال ماتريكس هنا ديان، فهنا عشان نجيب ديان دي هنعتبر ان الماتريكس ديان مثلا هنسميها ايه تايم الاكس وهنا الماتريكس سي، فعلشان نجيب الاكس هنعمل تايم الاي فروم ليفت، يبقى هنا الانفيرس ليها يعني هتطلع هنا الانفيرس هيطيروا مع بعض عشان تطلع اليونت ماتريكس، وهنا تبقى الانفيرس للاي تايم السي. يبقى انا هنا عاوز اجيب مين عشان اجيب الاكس، هنجيب الانفيرس للاي. طب اجيب المالتيبليكيتيف انفيرس للماتريكس اي، كنا بنقول 1 اوفر الديترمينانت بتاع الاي، هنا بالنسبه للاي كنا بنعكس المين دياجونال هتطلع 0 و2، وهنا بنغير الساين تبقى هنا 1 ونيجاتيف 3، كل الكلام ده تايم الماتريكس سي اللي هي نيجاتيف 1 و 3. هنجيب الماتريكس على جنب، بنجيب الماتريكس ازاي، هنعمل 2 تايم 0 هتطلع 0، بنجيب الديترمين بتاعتها ماينس هنا نيجاتيف 3 هتطلع بوزيتيف 3، طبعا doesn't equal 0 يبقى ليها مالتيبليكيتيف انفيرس، يبقى هتبقى 1 اوفر 3. دول ممكن نعملهم تايم، بنعملهم تايم، بنعملهم تايم ازاي، كنا بنعمل الرو تايم الكولم، ادي الرو هنا تايم الكولم ندون، تمام كده. انا عندي دي الاوردر بتاعها 2 باي 2 وهنا 2 باي 1، يبقى عندي هنا 2 باي 2 و 2 باي 1 هتطلع في الاخر كام، تطلع 2 باي 1، تمام كده. يبقى هيطلع هنا 2 وهنا ايه 1، فكنا بنعمل ايه ال 0 تايم نيجاتيف 1 تطلع 0 و 1 تايم 3 تطلع 3، نيجاتيف 3 تايم نيجاتيف 1 تطلع 3 بلس 2 باي 3 تطلع 6، في الاخر خلاص تطلع كام، هتطلع هنا 3 وتطلع هنا 9، ما ننساش في بره ان في 1 اوفر 3، يبقى هتطلع دي ان 1 ودي هنا تطلع 3. يبقى كده جبنا الماتريكس اللي هي اكس هتطلع كام، هتطلع 1 و 3، وممكن نكتبها كسوليوشن سيت، يعني يبقى نقول السوليوشن سيت ايكوال اوردر دي بيرز الاولاني 1 والتاني 3.
هنا عندنا solve using matrices اداني 2x plus 3y equal 7 و x minus y equal 1 فدي ان احنا بنكتبها كأنها equation اللي هي a x equal c عشان نجيب ال x هنعمل time ال a inverse لل a from the left هتطلع c وهنا a inverse تمام كده فاحنا عندنا في matrix الاولانية اللي هي ال a اللي هي ال coefficient 2 و 3 والتانية 1 و negative 1 فدي اللي هي الماتريكس بتاعت الكوفيشنت في ماتريكس تانية اللي هي بتاعت الفاريابلز اللي هي بتاعت الاكس الاكس والواي تمام كده وفي ماتريكس تالتة اللي هي الماتريكس بتاعت الكونستانت اللي هي الاي اللي هي الفاليوز دي الايكوال اللي هي 7 1 فانا هنا عندي دي الاي ودي الاكس وهنا دي السي علشان نحلها احنا عاوزين نجيب الاكس فالاكس عبارة عن الانفيرس لل a time c يبقى نقول equal الانverse لل a اللي هي 1 over determinant بالنسبة لل a بنعكس المين diagonal والتاني بنغير الساين وال c اللي هي 7 و 1 بنجيب الdeterminant بتاعت ال a determinant لل a 2 time negative 1 تطلع negative 2 نحطه minus 3 يبقى determinant negative 5 doesn't equal 0 يعني معنى كده ان هي ليها multiplicative inverse هتطلع 1 over negative 5 هنا بنعمل ايه؟ بنعمل الرو تايم الكولم ادي الرو اهو وادي الكولم تمام كده احنا عندنا دي 2 by 2 وهنا 2 by 1 الاجابة هنا عندنا 2 by 2 وهنا 2 تايم 1 هتطلع الاجابة 2 by 1 يبقى هنا عندنا ادي 2 وهنا ايه 1 هنعمل النيجاتيف 1 تايم 7 تطلع نيجاتيف 7 نيجاتيف 3 تايم 1 نيجاتيف 3 نيجاتيف 1 تايم 7 نيجاتيف 7 2 باي 1 هتطلع 2 يبقى هتطلع عندي في من بره نيجاتيف 1 اوفر 5 دي هتطلع نيجاتيف 10 ودي هتطلع نيجاتيف 5 لما اعملها تايم دي هتطلع في الاخر 2 ودي هتطلع 1 طبعا دي اللي هي مين اللي هي الاكس والواي يبقى كده عندي الاكس ايكوال 2 والواي ايكوال 1 يبقى السوليوشن سيت بتاعي 2 اند 1 السؤال اللي بعد كده بيقول لي if the curve of the function f of x equal a x squared plus b باصص through the 2 points 2 و 0 و negative 1 و negative 3 عاوزين نستخدم الماتريسيز to find the value of a و b اول حاجة هنا عندي ان 2 و 0 satisfy the equation طبعا ده كان ال x وده ال y ال y اللي هو مين اللي هو f of x يبقى نشيل ال f of x ده ونحط مكانه 0 يبقى عندي 0 equal a time ال x 2 power 2 plus ال b ومنها ان ال 4a plus ال b equal 0 دي الايكويشن الاولانيه نفس النظام عندي نيجاتيف 1 و 3 satisfy the equation يبقى اشيل النيجاتيف 3 مكان f of x equal a time negative 1 power 2 plus ال b دي هتطلع a plus ال b equal negative 3 عاوزين نعملها على شكل الماتريسيز فهنا الايكويشن هتكون in the form عندي a x equal c علشان نجيب ال x هتطلع الانفيرس لل a multiply c انا عندي هنا ال a اللي هي الماتريكس coefficient اللي هي عبارة عن 4 1 1 1 وعندي ال x اللي هي عبارة عن الفاريابلز اللي احنا عاوزين نجيبها اللي هي الاي والبي وعندي السي اللي هي الكونستانت اللي هي 0 ونيجاتيف 3 يبقى هنا عندنا الاكس هتطلع الانفيرس للاي اللي هي 1 اوفر الديترمينانت بالنسبه للاي بنغير المين دياجونال بنعكسه ونغير الساين بتاع التانيين السي زي ما هي اللي هي 0 ونيجاتيف 3
الديترمينانت هنجيبه هيبقى 4 باي 1 4 ماينس 1 يطلع 3 يبقى 1 اوفر 3. هنا هنعمل الرو تايم الكولم الرو دون تايم الكولم طبعا وهيتطلع في الاخر 2 باي 1. هنعمل 1 تايم 0 اللي هو 0 نيجاتيف 1 تايم نيجاتيف 3 اللي هو 3 نيجاتيف 1 باي 0 0 هنا نيجاتيف 4 وكده تايم نيجاتيف 3 بنيجاتيف 12 يبقى 1 اوفر 3 هنا 3 وهنا نيجاتيف 12 هنعمل 1 اوفر 3 تايم 3 تطلع 1 وهنا تطلع نيجاتيف 4 يبقى كده عندي الفاليو بتاع الاي والبي يبقى الاي ب 1 والبي هتطلع نيجاتيف 4.